أي. يقول قول يا قمري حيرتني كي جيت الدور زدت محال على يا قمري حيرتني كي جيت الدور زدت محال على اللي ذيك حلو يا قمري حيرتني كي جيت الدور زدت محال على اللي ذيك حالو ما جيت تعاني الوكر في لبيار ما جابك شو الحمام وتجواله إلى درت الخير برا خف اشطار تصفى لي للشيخ واش انهي حال ويا يا يا دور المقايس تعبو في شا ونهار راس الصدي باني البك حالو منو تخرج لسطح صفحة مشهور بطماتو من هيبان يطوالو يا قمري مات من شطير في الهفالة دار يا حفظك ربي تقدى تصفال ويا يا يا تعني لفتح راه شعب وقاع وعار ويدانو بمياه للعقلة سالو تصبرك بشيخ يعطي لك الاخبار يدهمه الخطار ديم يسفالو ساعي دعوة خير من عند المختار مصرف خير مسقموك بتوال ويا يا يا تلقى الصافي ثم عنده ليه جوار نور البدر اللي يجمل دار هلالو اجنان وحاضي في ولتو ذكار خلق الله محش دضق تفالو يا قمري اسمع لي زيد نعطي لك الاخبار يا 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 قمري الوادح ذاه جر بشبكو يوعار الحاسد ونوص ندار حيالو البحر يعطيك نسمة ريحة وعار جبلك حي العنير واقي بجبالو سكنوا هالأبطال بيديهم طلقات النار ينادوا بالأذان هذا ما قال ويا يا يا تلقى البحريات سكنوا كافة وعار عرم سدا في جبال يطوالوا تلقى ثم بجدود قاشبان صغار يوم الحرب تقول يدو جبالو بالطيارة زجر جبل يشعل بالنار بقوتهم قاع ما دروال ويا يا يا المجاهدين فازوا بالأفخار كل آخر الحرب يقولنا نتولالو حافظهم ربي الواحد القهار دار عليه بصور عالي بحياله بصنع يديهم ماتوا عديان المختار اجاه ليموت بصنع أعمال ويا يا 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 أبي السلام عليكم يا أخوي فرحات بالخنيش هذا اللي طالب مني القنية قل له هاني جبت قنية ونتلاقاو ان شاء الله في نهار مبروك مبارك ونقصروا ان شاء الله الله يسلم عليك جدايميرة عبد القادر ومسلمين على جماعه الحانيه حانيه ولاد سالم يسلموا عليك الكل سلم بخير وعافيه ان شاء الله ناصر الدين بوعدي ربي يبارك فيكم ويرفع مقامكم ان شاء الله عرب الجزائر الاحرار الشرفاء والادارس الاطهار هذا هو المقام العربي النقي ليتكم تحيون مثل هذه الليالي وهؤلاء الرجال ناصر الدين النائلي الإدريسي من وهران محمد صالحي سي بلال بلغ تحياتي الحاج علي محمد صالحي محمد صالحي سلام عليك حساني عيسى صحيت صحيت بارك الله فيك الحاج علي القرآن الأربعة القرن الأربعة الرابع عشر قلت عليه شما قلت على مسا شما قلت على مسا الحقيقة هذه خاطتني ذي هذه أي تاع القرن الرابع عشر أي خاطتني بس حنقولها قولها قولها الرابع عشر أي قول نحكي لك بزمان القرن 14 ويلا تفهم شوف حال الدنيا وين ضركا زلت العويد كل شيء قاب الصحة وراح صدق المسلمين عبدو يضحك ليك بالخدعة ماشي متخلق البخلق شياطين الله الله يقول لك محب ليا من عرشي سمو يرقي من هوايش قتالين لانا بالايمان لا بهن عشي لانا بالدنيا ولي شدين الدين الله للوقت الممل القرن 14 ولطف بينا يا اله العالمين السيبه وبلادنا ما عمرت شي تكفينا بنفعل المجرمين ما كلت زرع والباطل مشي صيرت الدنيا يجي احنا حيين واللي يقرا احنا ما صور شي صار من الدم قال كنا مخزونين تلقى الراعي قابرس ومتمشي
يوفي حقه ما يسلكش من الدين، تلقى الوالد معاه ابنه وما يحكمش يخليه يهرم ولاد معه وطايين. لا كثرة خوات والله شيء غير براسه قهما من الوالدين، تلقى السلفة والربابها يمشي تلقى المغفرة تسب الدين. إلى جهة الطلاب ما يخرج له شيء، وإلى شافوا راه شاور حتى العين يبقى غير يحوف في الترعى يمشي عيتونا بالطلب يا طماعين. ويبكر من دارهم صابح يمشي، لا من يطمع فيه والله يطلب دين، ينسى روحه في القدامية كل شيء عنده نوبة تزي عنهم الاثنين. يقول للراعي قال لا تحسب شيء، راني شارد في الزكاة عندك شتين. بعد الوفة قالوا ما نقبل شيء، رجعوا للخصام عنهم الدوسين، يخرج شارف في فمها ما تسعى شيء، أحلى الثقيل أدرسوا لسنين. يحسب سالك في زكاة وياخذ شيء لنا جار خور شرها مسكين. كل ما التالي نزيد الحكم والمزال معليش كمل كمل نكمل قاع. ذا وقت النسوان قالوا ما قمت شيء، وهات الفضة والذهب دقوا حسين، طيش الكتان ما هو شق ماشي، القضيفة باهية وهو هزين، ما عدكش المال ملك يا قشي، تتكسل وتقول راني راجل زين. وتعيط بصواتها ما تحشمشي، اهدي من الشارع الناس اللي ما تعرفين، وحلفت ماني قاعدة هذا قشي غير لا شفنا بويا الأجمعين. وقل لهم حق ما يقبر شيء. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حاج علي مسعد ما قلتش عليها. ما قلتش. والو. كاينة كلمة الله 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 يا وحدة الله صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. نجيبها. تفضل 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 تفضل. يا راه الحقيقة راه خطيتي مش ليا، راه أنا ما نشتيش نظلم الناس وما نشتيش نقول الكلام اللي خاطيني. راه مولاها يقولوا عمر بن موسى عيفاوي يقول الله 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 يا واحدة صلي على الرسول طه محمد، باسمك يا وهاب يا فاتح الأبواب، الله يا نواب يا ملاك الندى، كيف زرك براح دمعي عن خد ساح، قلبي فرفر بجناح مش على شهوة الكبدة، جواد ويا حنين قدر في رمش العين، وتفرج المسكين البيت ربي يخدى، عزيز ويا جبار يا عالم بالأسرار، بيجاه شاف الأضرار طه محمدا، كي وادعنا الحباب يوم انفزوا الأركاب، بكيت والحال أصعب يا زينين الأهداء، مشيتوا في الطريق بالنية والتصديق، شفتوا البيت العتيق والمنادي نداء، ربي طلق التسراح والراكب شوق راح، نادى عنهم براح بالخير والفائدة، بقدرة الرحمن الحاج يسمع الأذان، ينادي وين فلان من أهل السعادة، من عند الله مقبول وتزور قبر الرسول، إذن باليه زول ما يعثر في شدة، الحاج ذنب مقهور ساقي زاد من النار، وكان حجك مبرور للنبي سعيدة، يا ناس فزت الركاب وبكيت نومي مطاب، يا قاصدين المحراب لمجاد جاني كودا، الحج على منطاق لا لي سربع عشاق، ربي بينا يرفاق رحماته موجودة، الله يا وحيد والكاتب بك تريد، يا قابض يا بسيط قلبي مشوق جدا، مشوق للرسول شافعنا يوم الهول، بجاه اللي مقبول من أهل العبادة، بجاه من حج وتاب باري من العذاب، من صلى في المحراب ينال الفائدة، يوافي ثمن أيام 40 صلاة تمام، ويجيبها في مقام شافعنا المجدى، شافعنا أبو الأنوار عنده تمحى الأوزار، سرحوا يا زيار أيامك مدودة، فزارك بو سقم في بير عالي يحرم، والثوب عالي يحرم يجار
الدار التجردة يتعرى ما يقوى في بيت ربي ينوى من بير زمزم يروى يشفي من كل داء وطوف طوف القدوم وتجي في ذاك اليوم وحرام للمفروض وأقوم مجردا ودور بالبيت وطوف وطلب ربي تشوف الله اسمك معروف بالحجر الأسعد في الصفا والمروة هرول في الطوف انوى املي زادك وروى ما تحلالك ردا انهار الوقف جاك في عرفة يلقاك يا حاج عمل حذرك للفجر اللي هقدا فيها تقر الأوقات بالك تنسى الحجرات وحساب كم من سبعات ترجم بيها الأعداء خمال الرحلة جات في مين انركت بات سعيد والمغفرات وتنحر للعداء وتحرك للشيطان بالنعلة والخزيان رجموه بحجر سوان ردموه فوق وكدا وبعد ثلاث أيام في شان عيد الأسلام مازال زيد القدام في راجمه أكدا وطوف طوف الوداع وبكي بعينك واخشع نطلب ربي واركع رحماته موجودة لاركع فزت بنشاد تلقى باسم الجواد جاها يوم التعاد وانباتها في جدة توجدوا يا حجاج ربي عنكم فراج طيارات الميراج يجوكم ريادة ركبوا ركوب الهمة ربي يجعل الحكمة سكنت جوف السماء بجناح ريادة في الفزاك السرجات فيها أربع موتورات رفعوها وتعلات فوق سحاب كدا فزوا من جدة جاو في كل مرصر صاو راحوا لهلهم وزاو بعراس كم المدة من شد عهد يوفيه يا خا يا حاج قلبك قسيه وكل مكروه اختيه راها الذل جحدة ربي اغفر ما مضى وأصلح ما بقى بجاه أهل التقى رجال العبادة بجاه المتقين لقطة بالصالحين طيار وزحزحين شوفتهم بعيدة بجاه الذاكرين علماء العاملين واللي هجروا على الدين وحباب ربي جدة فالرابعة والسبعين تاريخ حجة الاثنين وشهر بين العيدين تمهد القصيدة أرحام الوالدين احنا والسامعين جميع المسلمين في جار الشهداء إن شاء الله وأمين بجاهك يا حنين اقفل للمسلمين قياب وواجدة ونختم هذا القول بصلاة على الرسول شافعنا يوم الهول طه محمدا الله 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 يا وحدة صلي على الرسول طه محمدا. هذه في خاطر الحجاج وفي خاطر الشعب الجزائري كله والسلام عليكم. في خاطر فرحات في خاطر فرحات في خاطر فرحات راه صاحبي وحبيبي في خاطر الشعراء في خاطر الشعراء ما تنسى الشعراء وفي خاطر العلماء 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 العاملين. حاج علي بالنسبه لقصيدة ولاد نايل قال لك واحد عاود لنا قصيدة ولاد نايل وقولها لنا بالشعر الملحون. اياي لا لا عاودها لنا بالشعر قال لك. أيوه. قصيدة ولاد نايل يقول يا قاصد الولاد نايل ناس خيار يا من تسعى الخير تعرف معنايا سلم عن ميعادهم شيب وصغار انسوا صبيان وهالولاية ربحوا هدنيا ودين وزهو اخوان عاشوا خير الناس ديما في قايا اهل السنة والحرم فرسان خيار عاطيهم ربي الحرمة وعناية إلى دارو حضرة يزيدوها الأنوار بالذكر الحكيم والبداية ويديروا محاصن في المشوار والبارو دبار يبقى حكاية. الله. أن الدهب ولادنا الناس خيار يا من فيك الخير في العون معايا ننده بالنايليات يا الرملة وكار تقيتهم من راجاب القناية مدعيين بالخير من كل أقطار أحفظنا يا أحفظهم يا خالقي يا مولايا واحفظنا من كل حاسد يا ستار دير علينا سور وانت مولايا بيجاه الطلبة السادة الأخيار وحروف الستين جملة بلايا بيجاه طه أحمد ماحيل وزار صلى الله عليه أول بدايا واحفظ يا ربي الحاضر واللي جار واللي محبين وأهل الولاية رزيق علي هو اللي ناظم الأشعار يطلب في الغفران منك يا مولايا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والحاج علي كاين ثاني اخرين اذكار قلتهم انت، اذكار قلتهم في حب النبي صلى الله عليه وسلم، في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. اي راكم تفكرها ما؟ اي ان شاء الله. شو شنو اذكار جبتهم؟ كثر صلاة الهادي. اي كثر صلاة الهادي هي ربحي هي زادي، عاوينك نعود خادينا ربحي لك كان هي، بيها يبلغ ما ورديه ليلة نمسو للحادي، عند خروج الروح نادي بحمد ختم الأنبياء. هذه واحدة زيد. صلى الله بالدوام. صلى الله بالدوام وقد ما لساني عاد.